ان احنا عندنا جبهات ملتهبه، 3 جبهات ملتهبه على الحدود في ليبيا والسودان وفي غزه. يعني هذا يذكرني بمصطلح الفوضى الخلاقه الذي طرح على الساحه منذ سنوات سابقه، ولابد انه يكون في وعي شديد بهذا، يعني مش عايزه اقول هذه الاستراتيجيه ولكن تؤخذ في الاعتبار. يعني مصر مستهدفه يعني بالتاكيد نظرا لاسباب كتير. هل ترى أن هناك وعياً سياسياً لدى جموع المصريين بكل طوائفهم بمدى الحرص على استقرار وتثبيت أركان الدولة المصرية أمام كل هذه يعني الظروف والتحديات المحيطة بنا؟ يعني في الواقع أستاذ إلهام، هنا كلمة مفتاحية دائماً الرئيس السيسي يكررها، فكرة الدولة الوطنية، لأن تجربة ما يسمى بالربيع العربي. يعني الآن ماذا يحدث في المنطقة؟ هناك لا دول، يعني حالة لا حسم سياسي، يعني هناك ميليشيات كانت موازية للدولة، وبالتالي هذا الوضع السياسي وهذا الوضع العسكري وهذا التقاتل أعاق التنمية، أدى إلى أن المنطقة أصبحت أكبر منطقة لتصدير المهاجرين واللاجئين في العالم، وبالتالي عاقت. لم تكن هناك دولة صلبة وبالتالي سوى مصر، وبالتالي هنا الحديث البعض كان يقلل من فكرة المؤامرات، هو طبعا هو ثبت خطأ، لأن التجربة تجربة ما يسمى بالربيع العربي واستهداف وزرع ميليشيات وكانت تنخر في جسد كالسرطان في جسد الدولة الوطنية، كان عامل مهم في إضعاف هذه الدولة. الدولة المصرية، الجيش المصري، المؤسسات هي دولة صلبة، وهذا كان حقيقة المشروع الوطني في خلال السنوات الماضية، استعادة الدولة المصرية، استعادة الدولة الوطنية، تقوية مؤسساتها، تقوية قدراتك الشاملة، قدرات عسكرية، قدرات سياسية، قدرات اقتصادية، وبالتالي هنا في مجال هذه التحديات، ما يحدث على الآن هناك مغزى ما بين الربط ما بين السودان وليبيا وغزة، لا يمكن أن تحدث السودان، يعني أن تشعل أكثر من حريق على حدودك، هذا يعني ماذا؟ يعني أن الدولة الصلبة القوية في المنطقة هي الجانب المصري، وبالتالي هناك استهداف لمصر، ولذلك استشعر المصريون بهذا الخطر وهذا التحدي وكان هذا الاستنفار، وأنا في اعتقادي هو جزء من هذا الإقبال الكثيف، لأن هناك وعي سياسي. المصريون نحوا العوامل الأخرى والقضايا الأخرى في مقابل الحفاظ على الدولة، لأن البديل ماذا؟ البديل سيكون ميليشيات مسلحة كانت موازية تتحول المنطقة لفوضى. يعني ما الذي جرى؟ الغرب كان يعني أطلق ما يسمى الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاح السياسي، هي شعارات في ظاهرها الرحمة لكن في باطنها العذاب. كان البديل ماذا؟ البديل أن سوريا مثلا، في ليبيا، في اليمن، في 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 في, في لبنان، في يعني في السودان الآن كله لا يوجد دولة بمعنى الدولة. أجيال كاملة خرجت من التعليم، لم تتعلم، هناك إعاقة تنمية، استنزفت الموارد في أن يقتلوا الأخ أخيه، وبالتالي هذه الدول تدفع تكلفة تحتاج إلى عقود حتى تستعيد مرة أخرى العافية سواء السياسية أو الاقتصادية. في هذا الجو كان هناك فكرة أن مصر في ظل هذه التحديات استطاعت أن تدرك من البداية أهمية تعزيز القدرات، أهمية تقوية تسليح الجيش المصري ليكون قوة عسكرية قادرة على حماية حدود البلاد وعلى حماية مكتسبات التنمية.